جمعية النساء المقاولات الجزائريات التي نحن بصدد إبرام الاتفاقية إطار اليوم معها. ولا يخفى على أحد أن موضوع المقاولاتية أخذ اهتماماً واسعاً من طرف السلطات العليا للبلاد في الآونة الأخيرة، مما شجع على بروز عدد من النساء المقاولات اللواتي برهن على قدرات لا يستهان بها في مجال التسيير، وبالتالي تعتبر قيمة مضافة أكيدة للاقتصاد الوطني. ويتجلى اهتمام القطاع بهذا المجال من خلال إعطاء المرأة بمختلف فئاتها فرصة التكوين والتأهيل للمشاركة النشطة في التنمية الاقتصادية الوطنية على غرار أجهزة التكوين الموجهة للمرأة الماكثة بالبيت والمرأة الريفية. وطبعاً المرأة المقاولاتية من خلال توفير التكوينات تؤهلها للمساهمة في التحول الاقتصادي للبلاد. هذه الاتفاقية هدفها هو مرافقة الطالبات على مستوى مراكز التكوين لإنشاء مؤسستهن الناشئة أو المصغرة، وهذا طبعا يدخل في إطار مهامنا الأساسية اللي هي دعم وترقية المقاولات النسائية بالجزائر. حقيقة الاتفاقية اليوم تعكس بالنسبة لنا أشياء مهمة جدا، من بينها اهتمام السياسات العمومية ممثلة في مؤسسة الدولة بجزئية النوع ومن خلالها بالمقاولات النسائية، وهذا اللي يخلينا نطمح ونطمئن كجمعية لسيدة الأعمال على أنه مستقبلا إن شاء الله سنؤسس معا، أقصد كل القائمين على الشأن الاقتصادي وكذا المهتمين بتأهيل وتكوين المورد البشري، أننا نؤسس لبرنامج المقاولة النسائية، برنامج وطني نمكن فيه السيدات الأعمال والمبتدئات في ريادة الأعمال من الأدوات التي تمنح لهم فرصة المشاركة بطريقة فعالة ومستدامة في التنمية الاقتصادية بحول الله. شكراً.